السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح جديد زي العسل، مليان كل حاجة حلوة زي قلوبكم الجميلة بالظبط. يوم جديد وحلقة جديدة في أسبوع جديد مليان وصفات بإذن الله تنال رضاكم وتعجبكم جدا جدا جدا. هنبتدي أسبوعنا النهاردة بطاجن، بس طاجن إيه بقى؟ من العيار التقيل. النهاردة هنعمل مع بعض طاجن الملوخية باللحمة، حاجة كده هتاكلي صوابعك وراها النهاردة إن شاء الله. ومقاديرها سهلة وبسيطة جدا. الملوخية الخضراء موجودة في السوق، تقدري تجيبيها وتشتغلي بالملوخية الخضراء، وممكن كمان لو انت مفرزاها أو هتجيبيها فروزن اللي هي الشركات تجيبيها برضو وتشتغلي بيها، نفس الخطوات بتاعتنا بالظبط. بس أنا بستحرم بصراحة يا جماعة، يعني طالما الخضراء موجودة في السوق يبقى هي أولى، صح ولا لأ؟ قبل ما نبتدي الحلقة وقبل ما نعمل أي حاجة لازم نقول سنة حلوة يا جميل، كل سنة وانت طيبة يا أحلى مخرجة وأصغر وأشطر مخرجة في الدنيا، سمر مخرجتنا الجميلة، مخرجة برنامجنا اللي على طول معذبنا معانا أو هي معذبانا، الله أعلم بقى، على حسب النية على حسب النية. كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي، وربنا يحقق لك كل أمانيكي وكل اللي قلبك بيتمناه يا حبيبة قلبي يا رب. عايزاكم بقى على أرقام التليفونات اللي موجودة على الشاشة، يلا اتصلوا بيا علشان كلنا نهني سمر، لأن هي فعلا فعلا إنسانة تستاهل إن كلنا وعيلة مطبخ هالة تقول لها كل سنة وانت طيبة يا سمر، كل سنة وانت طيبة يا قلبي. نبتدي بقى الطاجن بتاعنا، وهنحط لها الشمع في الطاجن النهارده. كفايه ان احنا عاملينه باللحمه، التكلفه دي ولا مش تكلفه يا سمر؟ تكلفه بمناسبه العيد ميلاد النهارده. المقادير بتاعتنا سهله وبسيطه جدا، يلا بينا نسمي بسم الله ونقول المقادير وبعدين ندخل على التحضير. طاجن الملوخيه باللحمه، كفايه اسمه حاجه كده يعني من الاخر. عندنا لحمه مسلوقه، وهناخد كمان شوربة اللحمة اللي هنعمل عليها الملوخية. وأنا من الناس اللي بحب جدا شوربة اللحمة سواء في الملوخية أو في لسان العصفور، بتبقى حكاية ما شاء الله عليها يعني. عندنا ملوخية متخرطة، وعندنا كمان كزبرة ناشفة، ثوم مفروم، نص معلقة صغيرة سكر، وعندنا سمنة، سمنة أو زبدة، بس الزبدة في الملوخية بتصفرها شوية، فالسمنة دايما بتبقى أفضل وأحسن يعني. نقول كمان، وطبعا لو انت هتشتغلي بزيت ما بتحبيش ولا السمنه ولا الزبده، زيت الذره هيبقى حكايه يعني. نقول تاني، طاجن الملوخيه باللحمه، لحمه مسلوقه وهناخد كمان شوربه اللحمه، عندنا ملوخيه، ملح، كزبره ناشفه، ثوم مفروم، نص معلقه صغيره سكر، وعندنا كمان معلقتين كبار سمنه، هناخد المعلقتين، كل مرحله من المراحل اللي هنشتغل فيها ليها معلقه. دي كده المقادير بتاعتنا زي ما انتم شايفين سهله وبسيطه جدا. لو فتحنا الحله بسم الله هلاقي ادي الشوربه اهي بتاعه اللحمه، واللحمه جواها لسه بتكمل سواها. اول ما تستوي معانا هنجيب فين اهي، هنجيب الكبشه بتاعه الزيت واطلع اصفي اللحمه كويس قوي. دي اول خطوه معايا قبل ما اعمل اي حاجه. بسم الله شوفوا، والشوربة طبعا بتاعت اللحمة صفتها من البصل، ورق اللورة والحبهان، صفتها كويس قوي. أشيل كده اللحمة بعد ما تكون استوت كويس قوي. أستاذة زينب أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك يا شفاء. صباح الفل على عيونك يا حبيبتي، صباح الهنا، صباح العسل يا حبيبة قلبي، ربنا يكرمك. كل مرة بتعمل لنا حاجات يا شفاء، ما فيش بعد كده. اسكتي بقى يا زينب، وده إلا طاجن الملوخية النهاردة، ده حاجة يعني ضرب نار من الاخر كده ان شاء الله. يعني نصممه؟ يلا على المعمل على طول، يلا نعمل والله. ده يعني انا عامله حاجات كتيره من تحت ايديكي والله. الف هنا وشفا ليكم جميعا يا رب. الله يخليكي، وما نتحرمش من وقفتك ولا من المجموعه اللي معاكي كلها يا شفا. ربنا يخليكي. يلا قولي لسمر مخرجتنا بقى كل سنه وهي طيبه. وهي طيبه كل سنه وهي طيبه، وجميع امه محمد طيبه يا رب. الله يكرمك يا حبيبتي، الله يكرمك ويجعلها كده يا سمر سنه سعيده عليكي يا رب، وتحققي كل اللي نفسك فيه يا حبيبتي باذن الله. شوف انا طيبه ازاي عشان عيد ميلادك بس. بعد كده الله اعلم بقى بالنوايا. الملوخيه يا جماعه الخضراء قلت لكم قبل كده من سنين، كل حبايبي القدام معايا عارفين، ملوخيه خضراء يعني مخرطه، يعني مخرطه. مهما وصلنا للتكنولوجيا ومهما وصلنا لطرق كتير نخرط بيها الملوخيه، في الاخر العرق الحلو واللون الاخضر الحلو والشمخه الحلوه بتاعت الملوخيه الخضراء البلدي المخرطه والا فلا.
يعني عارفه يا سمر، زمان كنت بقول لحبايبي ايه المثل بتاعي بقى الشهير، الملوخيه من غير مخرطه زي الحله من غير غطا. تنفع؟ تنفع حله من غير غطا ملهاش لازمه، تقولي عليها طاسه، تقولي عليها اي حاجه، ما تنفعش تطبخي فيها. كذلك الملوخيه لازم المخرطه. هعيد بس كده. يبقى احنا الاول يا جماعه اول حاجه عملناها شلنا اللحمه من الشوربه بتاعتها تتشمع عشان هديها تحميره حلوه. مدام ناديه اهلا وسهلا. هابي بيرثدي تو يو حبيبتي بنتي وحبيبتي سموره الجميله. ايه الصوت الحلو ده يا مدام ناديه؟ كل اللي قلتيه عليها صح، وانا بقول حبيب. اكتر كمان ربنا يخليكي، دي مخرجه جميله ومميزه رغم سنها الصغير. ايوه دايما ممتعه وجميله، وكل تكايه كده بتطلعها لنا على الشاشه. الله يخليك ويكبر بخاطرك. ما اقدرش اقول الا ايه بقى، صباح الخير يا وش الخير حبيبتي. سعاده صباح النور. شايفاني بالمخرطه يا مدام ناديه؟ شايفاني جميله. ايوه دي بقى بصي دي رقصه الملوخيه. ايوه حبيبه قلبي ربنا يخليكي يا حبيبتي. صباح الفل عليكي. انت بتعملي الاكل اللي انا بعمله كله. انا بموت في الملوخيه الملحمه. اه بشوربه اللحمه حكايه. وحته الكوكو كده وهي طالعه كده متلخبطه باللحمه كده. الله عليكي. وعيش بلدي ودن القطه بقى وعيشي. لا احب بقى يا رز ابيض يا اما بالعيش بقى بتبقى احلى واحلى. عامله لكم رز بشعريه وعيش يعني. جميل ما شاء الله. ودن القطه موجود، رز شعريه موجود. حاجات تفتح النفس كده على الصبح. ربنا يخليكي يا حبيبتي. الوش القمر الجميل والملوخيه اللي احلى والله وكله يا كله جميل. حبيبي وازاي منا وكل كاس البرنامج. الحمد لله يا حبيبتي. دايما فضل ونعمه. تكونوا بخير يا شيف هلا، وكل سنه وكل مليون سنه كده. الله يكرمك يا رب. ومخرجتنا الجميله سموره تكون بخير وسعاده يا رب. الله يكرمك ويديك الصحه والعافيه، ودايما دايما نسمع صوتك معانا في الخير يا رب يا مدام ناديه بجد يا حبيبه قلبي. بصوا بقى هاتي من تحت لفوق ومن فوق لتحت كده. حد بقى يقول لك ايه احنا دلوقتي بنروح حاطينها في الكبه وخلصنا، وده دلوقتي بقى في طريقه جديده كمان في الخلاط، يا اما مش عارف بحطها في ايه واعمل كل ده على دماغنا من فوق. بس تعالي بقى كلي في الاخر شويه ملوخيه من تحت المخرطه، وكلي شويه ملوخيه من الكبه وسكينه الكبه. الكبه جميله مفيش حاجه وسريعه وكل حاجه، بس بتعصرها ما بتخليش فيها شمخه الملوخيه الحلوه دي. كمان سر خطير لما تغسلي الملوخيه تنشفيها فوطه، اوعي تحطيها في المصفى وتسيبيها في الهواء، هتغمق منك وانت بتعمليها. اللون الاخضر الجميل بتاعها ده هيتاكسد يا جماعه ويروح في الهواء. ملوخيه بتاع ده قولوا معايا فوطه، بخليها دي فوطة المطبخ، فوطة الأكل. بغسل الملوخية كويس قوي واروح لفاها في الفوطة على شكل اسطوانة واسيبها إن شاء الله 5 دقايق بس. الفوطة هتاخد كل المية الزيادة، وفي نفس الوقت هتسيب الملوخية رطبة، يعني هتسيبها كده طرية، ولما تكون طرية هيتعمل لها عرق حلو. دي حاجة. الحاجة الثانية اللون الأخضر الجميل أنا حميته من أكسدة الهواء. تخيلوا كل ده في الفوطه بتاعه الاكل، فوطه كده نلف فيها الملوخيه. يا جيهان صباح الهنا. صباح الفل. صباح السعاده عليكي يا حبيبه قلبي. ازيك يا جيهان؟ تسلم ايدك. تسلمي لي. قولي سموره كل سنه وانت طيبه. هابي بيرث داي وبني سنه. حبيبه قلبي في حياتك يا رب. يا كده نفرح بيها كده ان شاء الله، ربنا يصلح لها حالها وهي وزيها ونرضى اولادها ابن الحياه ان شاء الله. الله يكرمك. احلى تهنئه واحلى دعوه. خلينا نستريح منها. قصدي خلينا نفرح بيها. هي وكل البنات ان شاء الله. حبيبتي ما تحرمش منك ولا من ذوقك ابدا يا رب. تعيشي تعيشي يا حبيبه قلبي. بصوا بقى خلاويص، كل اللي عملته بس انا كنت ايه مخرطاها كده شويه قبل الهواء، عدت عليها بس نعمت على قد ما اقدر. هلمها بقى كده كلها على بعضها بالشكل ده اللي هو ايه على شكل بؤجه كده، شايفين ازاي؟ هكذا بس يا قمر. سيب المخرطه جنبها عشان هننزلها من على البلانشه بالمخرطه. هنعمل ايه دلوقتي بقى؟ اللحمه بتاعتنا اتشمعت. هنجيب بقى طاسه او كده على النار، بسم الله، ومعلقه سمنه كده. احنا اتفقنا ان الاكله بتاعتنا النهارده فيها معلقتين. هنجيب اول معلقه. فين المعالق بتاعتي يا اولاد؟ اهي معلقتي حبيبتي. اول معلقه سمنه واحطها كده فوق، بسم الله بالشكل ده. استنوا بقى عشان ايه السقعه هنا بتجمد دلوقتي كل حاجه كده. والشوربه عندي على عين البوتاجاز الناحيه الثانيه. ايه اللي بيحصل؟ بتغلي اهي. بصي يا سمر، بسم الله اهي. خدوا بالكم لان الطريقه اللي جايه دي
لما عملناها من سنين السنين عرايس وبنات كتير في المطبخ ما كانتش بتظبط معاهم الملوخيه بالطريقه اللي احنا هنعملها النهارده مع بعض دي، هتظبط معاكي القوام وانت مغمضه، لا عمرها تسقط منك ولا عمرها تطلع خفيفه ولا يطلع فيها اي مشاكل خالص بالطريقه اللي احنا هنعملها دلوقتي دي مع بعض. وفي نفس الوقت انا بعملها طاجن في الفرن، فانا عايزاها تاخد ريحه وطعم اللحمه قوي، يعني يبقى طاجن ملوخيه باللحمه على حق على مسمى يعني. فادي معلقة السمنة هي بتسيح معانا. استاذة نادية اهلا وسهلا. الو صباح الخير. صباح النور يا قمر، ازيك؟ ازيك يا حبيبتي؟ صباح الحمد لله بخير. كل سنة وانتم طيبين وكل سنة وقمر طيب وبخير. الله عليكي. يا رب ودايما كلكم بخير. حبيبتي ربنا يخليكي ونورتيني. ربنا يخليكي يا قمر. معلش انا بس ليه سؤال بخصوص المحاشي، بس من فضلك هسأل السؤال وحابب ترد عليا عشان العين دي قبل العين دي. تسلم عينيكي، قولي سؤالك تحت امرك. بالنسبة للمحاشي البتنجان، الورق العنب، الكرنب، ماشي، كمية الرز مثلا لكل كيلو او نص كيلو قد ايه بحيث ما يبقاش قليل او كتير او كده؟ تمام. وكمية الشوربة لكل واحد فيه في السواء يعني. قولي لي انت متابعانا من قريب مش من زمان. نعم. اعترفي اعترفي طبعاً. شوف انا عرفتك ازاي، شفتي جبتك ازاي علشان كل الحاجات دي كلها. طب اقفلي اقفلي يا حبيبتي، اتفضلي. بصوا الاول هعمل ايه، حطيت معلقه سمنه وبعدين هنزل باللحمه. بسم الله كده، مش هنديها تحمير تحمير بقى عشان ما تنشفش مننا، لان هي كده كده حطيناها في الهواء شويه اتشمعت. كل اللي انا هعمله تقليبه مع رشه ملح ورشه فلفل اسود. حلو الكلام. بالنسبه للمحاشي يا جماعه، كيلو اي محشي يعني كيلو الكرنب هياخد معانا كيلو رز بعد ما هيتحط عليه البصل والطماطم والخضره والكلام ده كله، تمام. بعد كده البتنجان برضو نفس التقدير. طب افرضي انا عملت كده وفاض مني رز، هل ده هيترمي؟ لا طبعا مش هيترمي اطلاقا اطلاقا، على طول بنروح مسويينه وحاطينه جنب المحشي، يا اما شايلاه على طول في الفريزر. بص انا عملت ايه هنا، معلقه سمنه، نزلت باللحمه اديتها تشويحه خفيفه مع رشه ملح ورشه فلفل اسود، وبقلبها بمعلقه مخرمه عشان لما اشيل اللحمه السمنه تفضل في الوك زي ما هي. واخدين بالكم من الحركه دي؟ بص ازاي، خلاص كده هي تمام. هشيل اللحمه اصفيها، بسم الله كده اهو، عشان ندخل بقى على طريقه الملوخيه اللي تظبط معاكي وانتي مغمضه. هنا هنزل الملوخيه مكان اللحمه علشان استفيد بطعم وريحه اللحمه اللي نزلت في السمنه. بصوا ازاي كده اهو، ويا سلام بقى لو كمان كمان في حته ليا كده. شايفين السمنه؟ بصي كل فتافيت اللحمه يا سمر اللي نزلت اثناء التحمير الخفيف اهي. هنزل بالملوخيه، هوطي بس النار شويه عشان ما تتلسوعش مني. بسم الله كده هنزل بالملوخيه في السمنه دي اهي بالشكل ده. خلي بالكم الطريقه دي كتير مشيوا عليها، ودعولي بقى قد كده لان الملوخيه نجحت معاهم وظبطوا قوامها وهم مغمضين. هنقلب، والناحيه الثانيه اللي حاصل ايه، الشوربه ولا عليها. هشوح كده، هخلي الملوخيه تلملي كل طعم وريحه اللحمه بالشكل ده، وبعد كده عشان اعرف اظبط قوامها مظبوط هاخد من الشوربه عليها مش العكس، مش زي ما احنا متعودين يا جماعه. احنا متعودين على ايه يا سمر؟ ان احنا بننزل الملوخيه في الشوربه. لا، النهارده عشان اعالج كل المشاكل اللي بتقابلني في الملوخيه هاخد من الشوربه على الملوخيه بعد ما اكون شوحتها في معلقه السمنه دي، وده النهارده اللي هيظبط لنا القوام جدا جدا. قولي لي مين معانا؟ لا مش سامعه كويس. يا ام محرم اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، ازيك يا ريتا؟ ازي حضرتك، عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله يا حبيبتي، انا بحبك جدا جدا يا حبيبه جداً. قلبي تسلمي لي يا رب، تسلمي لي والله يا حبيبه قلبي. انا شوفي اعرفك من زمان قوي، من ايام البلد يوكا يا حبيبه قلبي. يا نهار ابيض، انت من حبايبي القدام جدا. كيف اوصلك يا حبيبه قلبي؟ انا بصي على النهار الساعه 11 من السبت للثلاث مع بعض ان شاء الله. تكلميني في اي وقت يا حبيبه قلبي والله. بيك على كل حاجه بتعمليها، ربنا يخليكي. عايزاكي تشوفي طاجن الملوخيه النهارده. ايدك طلعت جميله جميله جميله. ايه دي؟ ايه دي اللي طلع حلو؟ حاجات كتير عملتها من تحت ايدك والله حبيبتي، والله فرحتيني فرحتيني.
وبعدين كل سنه والاستاذه سمر بخير وكلكم ربنا يخليكي، كل سنه وحضرتك طيبه وربنا يديكي الصحه والعافيه يا رب، اللهم امين. اشكرك. ايه اللي حصل بقى دلوقتي؟ زودت الشوربه على الملوخيه، شوفوا الحركه دي كمان مخليه الملوخيه خضراء ازاي، ولسه دلوقتي هوريكم كذا حاجه كده علشان تطلعي استاذه في الملوخيه بعد الحلقه دي النهارده ان شاء الله. ايه اللي بيحصل؟ انا واقفه بتحكم في القوام براحتي، مش قلقانه، ما جتش هوب مره واحده رحت نازله بالملوخيه في الشوربه طلعت الشوربه كتير على الملوخيه او العكس، لا كده انا واقفه اهو. بصوا بتحكم ازاي في القوام بمنتهى السهوله. اهم حاجه عندي ان الشوربه تكون بتغلي لما اجي انزلها على الملوخيه. ومضرب في ايدك، مضرب مهم جدا، قلبي كده لغايه ما توصلي للقوام المظبوط اللي انت عايزاه. في ناس بتحبها خفيفه وفي ناس بتحبها تقيله علشان لما تغمسها ودن القطه تعلم معاها في العيش، وفي ناس بتحبها خفيفه عشان تحطها على الرز. ده في ايديكي بقى هنا، بصوا ازاي ده كده القوام، يعني انا حاسه ان هو ايه تمام اهو. شايفين انا اتحكمت في القوام بمنتهى السهوله ازاي؟ ادي يا ستي، وشوفوا اللون كمان عسل، بس انا حاسه ان القوام ده زي الفل اهو. وكمان ايه، بصي كل ما بقلب بتتقل شويه بشويه. ايه رايك يا سمر، نخفها شويه ولا نخليها كده؟ تعالوا نديها خطيره. طب عشان خاطر خطيره اهي بتقول لي كده جميله كده خطيره، طب اتفضلي كده زي الفل، 100 فل و10. وبعدين هنحط بقى طاسه تانية على النار للطشه الحلوه بتاعتنا. بصوا اهي، الله الله الله. بعد ما ظبطتي بقى يا ست الكل انتي قوام الملوخيه بالشكل ده وراضيه عنه، هو ده القوام اللي انا عايزاه، تعالوا بقى نعمل كام حاجه كده مهمه جدا، اللي هي ايه؟ فص ثوم صغنن جدا ني من غير تحمير، بص يا سمر جوه الملوخيه، ابعد لك ده كده شويه ماشي. وايه تاني؟ وزيه بالظبط بسن المعلقه كزبره ناشفه من غير تحمير، ده بيخلي طعم الطشه قوي، يعني ده بيدعم لي قوي قوي طعم الطشه بتاعت الملوخيه. تعالي بقى اللي يسكر لك الملوخيه ويخليها عسل من ايديكي، يا دوبك يا دوبك رشه سكر صغنطوطه خالص، بصي اهي بس. دي بتعمل معادله للملح اللي موجود في الملوخيه والشوربه وتبرز لك كده طعم الملوخيه عسل عسل عسل. قلبي بقى كل ده، النار هاديه جدا جدا جدا. مدام مها اهلا وسهلا. الفل يا شفالة، يا صباح الهنا، صباح احلى طواجن يا مدام مها. الله يخليك، ازيك يا شفالة عامله ايه؟ بخير والله، الجميله اللي انت عاملاها لنا النهارده دي يا شفالة. شفتي الملوخيه بتناديلك بتقول لك على المعمل. دي بصراحه روعه، عمرها ما تكلكع ولا اي حاجه خالص ولا اي حاجه، الطريقه دي سهله جدا جدا يا جماعه. وبعدين تظبطي القوام بتاعها في ايدك 100% يعني. بالظبط هو ده هو ده. اسلم ايديكي، وكل سنه والاستاذه سمر بخير يا رب. الله يخليكي يا مدام مها، قلبها يا رب كده باذن الله. يكرمك يا رب، اللهم امين، هي وكل بناتنا يا رب. يا رب يا رب، ومنمونه صباح الخير عليها وكلكم وكل البرنامج بواحد واحد يعني. حبيبي ان شاء الله. صباح الهنا عليك يا مدام مها، صباح الهنا حبيبتي. اشكرك اشكرك. دلوقتي بقى نعمل الطشه. ادي كده كازارولا على النار، ليه حاطه كازارولا هتعرفوا دلوقتي. هنعمل بقى اسرار المطاعم بقى، بسم الله. وهناخد معلقه سمنه، وعوامل نجاح الملوخيه الطشه تبقى ايه، يعني مش هقول لك كتيره بس تبقى محترمه معقوله، يعني في ناس يا دوبك تشممها التومه، لا ده هي الملوخيه اصلها الطشه. هنحط كده معلقه سمنه، دي معلقه صغيره بقى ماشي كده، وبعدين التومه بتاعتنا والكزبره اهم، مش هحطهم دلوقتي، لما السمنه تسيح كويس نشيل كل اللي احنا مش عايزينه ده عشان عايزين نروق حوالينا. صح، اصبري اصبري، بقول لك ايه، عيد ميلادك النهارده، عديها على خير. هناخد بقى التومه، بسم الله كده، قبل ما احط الكزبره ادي التومه تشويحه الاول اهي، اخليها تاخد لون بسيط قوي قبل الكزبره. الله الله على الروايح الحلوه، شايفين ابتدت ايه تهدى شويه كده. هنا بقى
يعني الاول اديتها ايه السخونيه بتاعه السمنه، فهتبتدي كده تاخد لون بيج معايا. اقلب كويس اهو عشان الكزبره ما تضحكش عليا، وبعدين اروح نازله بالكزبره، وبعدين نشيل كل ده. شوف انا بشيل كل ده عشان اغرف اهو، اعمل لك ايه تاني؟ وبعدين قلبي بقى كده بسم الله، شايفين ازاي بالشكل ده؟ هكذا اهو، ما تخليش اللون يضحك عليكي، اللون ده لون الكزبره اللي نزلت، يعني هي لسه ما اتحمصتش كويس ولا التومه اتحمصت كويس، فما تخليش التومه تضحك عليكي. الكزبره بالذات لما بتنزل بتدي لون بيش كده وبتكون لسه ما اتحمصتش، كل ما حمصتي كل ما اداكي طعم وشمخه للملوخيه احلى واحلى. هنا بقى عايزين نجيب كبشه، الكبشه فين اللي كانت في ايدي اهي، يلا بينا يا سمر نحطها تاني على النار. يلا يا قمر ونشيل المضرب ده خلاص، شكرا كده. وتعالوا بقى هنا ادي بقى ايه تقليبه كده، وتعالوا معايا بصي بسم الله. يلا لو شمين الريحة، لو شمين الريحة، واطفي بقى خلاص، اطفي على كله بقى. بصوا شايفين الخضار عامل ازاي، بصوا اللون عامل ازاي، عسل ملهاش حل. تعالي بقى هنا، الله 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 الله، وخصوصا الملوخية الخضراء يا جماعة بيبقى ليها شمخة كده حلوة. استني يا سمر استني، ده انا هظبطك دلوقتي، تعالي تعالي مكان الطشة اهو، بصوا بسم الله، انزلي كده خلي الخضار يعلى ويعلى ويعلى. اصبروا عليا، يلا شغل المطاعم. على فكرة ده طلع مش مجرد عرض او شو بس، ده طلع الحركة دي ليها اصل، بتخليلك اللون الاخضر بتاع الملوخية زي ما هو، وتدخلك الهواء في الملوخية بدل ما بنستعمل الكربوناتو. بصي كده اهو، الله الله الله، مطرح الطشة. بصي كل ما تعملي كده كل ما الخضار يزيد اكتر واكتر. قوليلي يلا احنا كده بنلعب، قولي اجي العب معاكي شويه. عايزه اوريكم شكل الملوخيه عامل ازاي، وبصي الخضار بتاعها يا سمر، خشي على الخضار كده بصي اهي، شايفين اللون، بصوا الخضار والريحه طالعه تحفه بالشكل ده. دلوقتي بقى الطاجن بتاعي في الفرن بيسخن كويس قوي، وهو المطلوب نجيبه علشان سمر هتبتدي تقول لي ايه خلاويص. لا لسه، بسم الله يلا بينا. الطاجن لازم يكون بيسخن قوي فاضي، هقول لكم ليه دلوقتي برضو عشان تبقوا عارفين. بسم الله، علشان ريحه الفخار بتاعته تظهر معايا جوه الملوخيه. تعالي بقى يا سمر شوفي دي طشة تانية، بصوا الطشة التانية دي بقى، يلا خدوا شوية ملوخية بطشة الفخار. الله الله الله، هو ده هو ده هو ده يا سمر المطلوب. وتعالوا بقى ما تنسوش اللحمة اللي اتحمرت في الاول، بصوا الطاجن عمال يغلي ازاي، شايفين كده الملوخيه خدت طعم الفخار السخن وخدت نكهه الطاجن بالظبط، فبتدي طعم رائع. انزلي بقى باللحمه كده اهي، شوفوا ازاي، عايزين ايه احلى من كده. بصوا الطاجن عمال يغلي ازاي، تبارك الله 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 الله، احلى طاجن النهارده ده ولا ايه؟ الف هنا وشفا ليكم جميعا، سهل جدا وبسيط، لكن في الطعم مش بسيط خالص، يعني في الطعم والريحة اللي طالعة دلوقتي اللي مالية الدنيا حاجة كده عميقة قوية جدا جدا. ألف هنا وشفا ليكم جميعا يا رب. النهاردة كانت وصفتنا خفيفة وسهلة بس في المضمون حاجة كده من الآخر بجد بجد، طاجن كده النهاردة لوز العنب، جربوه وصوروا وبعتولي على الصفحة عشان نعرض التطبيقات الجميلة بتاعتكم إن شاء الله. غدوتنا خلصت، ودن القطة، ودن القطة يا سمر، ودن القطة يا سمر، حرام عليكي، بسم الله، مين ودن القطة يا جماعة؟
ده الا ودن القطه. بصوا اهي كده بسم الله، شوفوا القوام بتاعها عامل ازاي. بصوا بصوا لسه بتغلي وعسل. بسم الله اتفضلوا معانا. حكايه انا ممكن اخد الطاجن ده واقعد على جنب كده ومحدش النهارده يكلمني في اي حاجه خالص. طاجن محترم، اللي هيجربه هيعرف انا بقول لكم ايه. الف هنا وشفا ليكم مقدما يا رب. دلوقتي بقى هنطلع فاصل ونرجع اوام مع بعض نكمل فقراتنا. عندنا فقرات النهارده هتعجبكم جدا باذن الله. فاصل قصير بس هو القناه تتغير. اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. بعد ما عملنا طاجن متين، طاجن الملوخيه باللحمه، وشميتوا ريحه الطشه وانتوا قاعدين مكانكم، دلوقتي بقى نسيب المطبخ شويه. بقى في حاجات حلوه كتير في الدنيا، مش المطبخ بس، في بشرتنا، في شعرنا، في جمالنا، في ان انا ابص في المرايه ابقى راضيه عن نفسي، ابص في المرايه كده الاقي كده نفسيتي مستريحه. واهم حاجه دايما بنتكلم فيها تاخدوا بالكم منها، التاج بتاع المراه، شعر المراه هو تاجها. فالنهارده معانا خبيره التغذيه نجلاء سرحان، اللي حاصله على دكتوراه التغذيه العلاجيه ودبلومه التغذيه العلاجيه اكاديميه السادات ودبلومه التجميل والليزر، ومدير شركه اورجانيكا جروب لمستحضرات التجميل والمنتجات الطبيه. اهلا وسهلا بحضرتك، منوراني دايما. ايدك وانا ادمنت البرنامج خلاص. شفتي ولسه منوراني دايما. ربنا يخليكي يا حبيبتي، تسلمي لي يا رب، ده نورك. الله يكرمك. الفقره اللي فاتت اتكلمنا على المنتجات ومجموعه الشعر، اتفاجئت ان في رسائل كتير قوي جات لي على الصفحه، وطبعا خصوصا اللي احنا دايما بنقول لهم المهتمين بشعرهم والمهتمين بنفسهم. دايما بقول لهم يا دكتور الحياه مش مطبخ وبس. ايوه الحياه مش اكل وبس، في حاجات كتير مهمه. صح، لازم اهتم بنفسي، بنظافتي الشخصية، لازم أعتني بشعري، أعتني بولادي، ببيتي، بكل حاجة. طيب احنا جات لنا بقى أسئلة كتير، تعالي ناخد الأسئلة دي ونجاوب عليها عشان نفيد ناس تانية ممكن الأسئلة دي بتدور في ذهنها بس ما بعتتش. احنا جالنا أسئلة كتير برضه. اول سؤال يا ستي، عندنا رغدة بتقولك انا بناتي بيتدربوا سباحة وشعرهم بيهيش قوي، عاوزة اعرف لو استخدمت مجموعة التساقط شعرهم هيبقى كويس؟ بصي، هو ده اللي احنا بنقول عليه يمكن من اسباب تساقط الشعر، الغسيل المتكرر. فهم بينزلوا على طول تدريب سباحه، فبالتالي هم بيبلوا شعرهم على طول، فباستمرار. وطبعا ميه بكلور، طبعا الكلور بيأثر وحاجات كيميكالز فيها، فكل ده بيأثر طبعا على بصيله الشعر. فبدا الشعر لا انا ممكن ابدا اعمل ايه، استخدم اللوشن. اللوشن مجموعه التساقط اورجانيك، عايز اقول لك ان احنا حاطين فيها كل المغذيات الطبيعيه عشان يدي الغذاء للبصيله نفسها. وتبدا ان هي تعمل حمام زيوت كويس قوي، وتبدا تستخدم السيرم قبل ما انزل حمام السباحه. بالزبط. يعني انا بعمل وقايه للشعر قبل. بالظبط، كفر. بعمل كفر بالظبط، اعمل الكفر للشعرايه علشان خاطر احميها من الميه والكلور والحاجات كلها اللي موجوده اللي هي ممكن تضر الشعر. وفي نفس الوقت اول ما اطلع بقى اعمل حمام زيت. يعني اول ما اطلع اغسل شعري كويس قوي بشامبو طبي، وبعد كده ابدا ان انا اعمل حمام زيت، وبعد كده ابدا ان انا ابخ بقى اللوشن صبح وبالليل واحاول انشف الشعر. طيب يبقى احنا دلوقتي هننصحها بايه؟ بصي طبعا لازم التغذيه الداخليه. لازم ان انا اغذي كويس، اذا كان ناحيه الاكل اخد حاجات فيها حديد، اشوف لو انا عندي حاجه ناقصه او حاجه حديد او وطبعا اشرب ميه كويس، عشان الميه كويسه جدا للبشره والشعر، مهمه جدا. وبعد كده ابدا ان انا
يعني احنا زي ما قلت لك احنا في اورجانيكا اشتغلنا على موضوع التساقط ده بكل اشكاله. فطبعا حته ان انا استخدم اللوشن، اللوشن هتلاقي فيه مكونات كلها طبيعيه زي الكافيين قلنا المره اللي فاتت، زي القهوه الخضراء، زي الجينسنج، زي السوبالميتو، زي فيتامينز اي واي، زي الزيوت الطبيعيه، زيت بذره الكتان، كل ده بينشط بصيله الشعر وبيغذي الشعر. فانا محتاجه هنا ان انا ادي تغذيه وحمايه، وحمايه بحمي الشعر الاول قبل ما ننزل الحمام الصبح. بالظبط لازم. طب تيجي نشوف صورتين معانا. يلا بينا. بصي دي كانت قبل وبيفور اند افتر. بصي الشعر من ورا، لو تفتكري اتكلمنا الحلقه اللي فاتت في ايه، قلنا في امهات او بنات متعوده تعمل دي الحصان، كحكه لورا، بيشدوا الشعر قوي الشعر قوي، نشوف الصوره الثانيه، فبالتالي الشعر بينحل. فدي هتلاقي النتيجه ظهرت معاها. ودي برده نفس القصه. معظم اللي جاي لنا كمان هتلاقي الحتت دي الفاضيه بسبب شد الشعر ورا. وحتى تحت الطرحه بيشدوا الشعر ورا برده بطريقه، الفرق اللي بيزيد الدفرتين اللي بيتعملوا دول، كل حاجه من دي طبعا بتبدا ان هي تقلل. طيب هنطلع فاصل، احنا وقفنا لغايه اول سؤال عندنا، هنطلع فاصل ونرجع نكمل بقيه اسئلتكم على السوشيال ميديا. فاصل قصير بس والقناه تتغير. اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. كنا بناخد الاسئله بتاعتكم على السوشيال ميديا وبنجاوب عليها سؤال سؤال، لان بصراحه شايفين ان كل سؤال اهم من التاني. اول سؤال اتفضلت استاذه نجلاء سرحان جاوبتنا عليه، موضوع حمام السباحه والبنات اللي بينزلوا كتير حمام السباحه. تعالي بقى سؤال رجالي عشان ما يقولوش ان احنا متحيزين. ماشي استاذ محمود باعت بيقول مجموعه التساقط تنفع للرجاله ونتيجتها ايه على الشعر وتبان بعد قد ايه؟ تنفع طبعا للرجاله عادي، بدليل ان احنا كمان عندنا اطفال اصلا بيستخدموها كمان، مش رجاله بس، اطفال كمان. تمام. يعني شباب ورجاله معديين مراحل طبعا المراهقه. فينفع عادي خالص استخدامها والنتيجه بتبان شهور. دايما بقول يا جماعه من 3 شهور لست ما نستعجلش. دي مشكله. وطبعا احنا بنحدد، الفريق الطبي هناك بيحدد المشكله ايه بالظبط ويبدا يرشح له الحاجه اللي هياخدها بالظبط. نشوف صوره كده برده، نشوف صوره لحد استخدم المجموعة. بصي ده اللي انا كنت بقول لك عليه. ده ولد الشعر من النص بدا يفضى شويه او في فراغات، وبعد حوالي 3 شهور لـ6 شهور بدات تبقى دي النتيجه. وطبعا بتحسي بتحسن جدا، بتحسي بتحسن من اول 20 يوم اسبوعين، تبداي تحسي ان التساقط بدا يقف. حلو. احس بنتيجه، احس بنتيجه بقى ابتداء من اول شهر الثاني الثالث من 3 شهور. التحسن بيبتدي يظهر بقى لست شهور يبدا الشعر ينبت. طب حلو جدا. 3 شهور لـ6 شهور. طيب يبدا يحصل عمليه. ندخل على السؤال اللي بعد كده. منى بقى، منى بتسال هو انا لازم استخدم المجموعه كلها عشان تجيب نتيجه؟ طبعا لازم تستخدم المجموعه. مش عارفه انا بقى لازم نفاصل في كل حاجه. بصي ممكن اقول استخدمي اللوشن بس انا ما اضمنش هي تستخدم شامبو ايه معاه بره. صح. يعني معرفش هتجيب في حاجه فيها سلفات، فيها املاح صوديوم، الحاجات دي كلها طبعا بتاذي الشعر. عايزه اقول لك انها بتنشف الشعر جدا، فبالتالي هي هتحط ده مع حاجات ثانيه، ممكن تاخد الزيت بس. بصي هو اللي ممكن تاخده من المجموعه الزيت. لكن انا كمجموعه كامله مهم جدا ان انا اهتم من اول غسيل الشعر. انا حاطه نفس المكونات بتاعه اللوشن في الشامبو، وحاطه نفس المكونات اللي موجوده من الزيوت الطبيعيه في الاثنين موجوده في مجموعه الزيوت الثانيه، عشان فبالتالي يكملوا بعض متكامله. بالظبط. عشان كده بيحصل عمليه الانبات 3 شهور لـ6 شهور، تلاقي الشعر تقل وطول. احنا عندنا صوره او حكايه كده، بنت كانت بتلبس اكستنشن وبعدين فجاه لقيناها مصوره نفسها موجوده على الصفحه وبعت المجموعه واخداها كده في حضنها. قلت لك انا مش قادره استغنى عنها لان هي طولت شعري فعلا لدرجه جوزها بيقول لها هو ده اكستنشن؟ قالت له لا ده شعري طول. ما شاء الله. فهي بتساعد على اطاله الشعر لان فيها مكونات كلها طبيعيه. اقول لك انا عايزه بس اشرح للناس المكونات بتاعه المجموعه ايه. يعني انا عندي موجود في اللوشن زي ما قلنا الكافيين، والكافيين ده مسرع لنمو الشعر. طيب عندي القهوه الخضراء مضاد اكسده طبيعي فبيحمي الشعر من ان هو يشيب. عندي فيتامينز اي واي عشان يغذي لي فروه الراس. تمام. عندي ماده السوبالميتو علشان خاطر تكافح لي التساقط الوراثي اللي هو بيبقى، او الهرمون اللي هو التساقط الوراثي. طيب عندي كمان ماده الجينسنج او عشب الجينسنج، وده منشط للدوره الدمويه، منشط عامل الدوره الدمويه. وعندي مجموعه بقى من الزيوت الطبيعيه. عايزه اقول لك كل زيت بيعمل حاجه.
يعني زيت بذره الكتان اوميجا 3 واوميجا 6، عندك زيت الجوجوبا بيساعد على تغذيه الشعر، كل ده في المجموعه يا دكتور، كل دوت في اللوشن كمان. بس في اللوشن وتعالي بقى للزيت، في نفس الزيت في نفس مكونات اللوشن، وعايزه اقول لك كمان ان اللوشن نفس مكونات الشامبو برضو، فبالتالي انا مخليها من اول ما تغسل شعرها لحد ما تعمل حمام الزيت هي بتاخد تغذيه كامله للشعر، فبالتالي البصيله بتاخد الغذاء كويس قوي وتبدا تطول وتتغذى معايا. طب حلو جدا. ناخد دينا، سؤال دينا. دينا بنتي عندها سبع سنين يا دكتور، وشعرها خفيف قوي، خايفه استخدم لها اي حاجه علشان هي صغيره، اعمل ايه؟ بس انا دايما كنت بقول يعني بيجي لنا اعمار سنتين، بقول لا ثلاثة لا أربعة لا، خلينا من 5 لـ6 سنين، يعني ابتداء من 5 سنين أو 6 سنين تستخدمها عادي. طب ليه لا؟ هو في كيميكال؟ لا، هو كل مواد طبيعيه، بس انا بقول ندي الشعر براحته انه يطلع عشان اعرف شعر بنتي ايه نوعه ايه، الشعر بيتغير، الشعرايه تاخد شخصيتها الاول، تبان الشعرايه فعلا ونعرف الشعر كيرلي، الشعر خفيف ناعم خشن، اعرف ايه عشان اقدر احدد. فتقدر تاخد المجموعه عادي، مفيش اي مشكله خالص، وهيجيب نتيجه كويسه معاك. يعني يا جماعه امن على البنات جدا والولاد، امن على الاطفال كمان. من سن كام يا دكتور؟ سن 5 سنين أو 6 سنين. من 5 سنين احنا دايما بنرشح كده، من 5 سنين، من 5 سنين أو 6 سنين لحد فوق. حلو، يعني سن كيجي، يعني الحرب بتاعه الصبح دي من سن كيجي نقدر نتفادى الحرب. ابدا اعرف بقى شعر بنتي نوعه ايه. بالظبط. طيب مريم بقى، مريم بتقول لك شعري بيتساقط ومجعد في نفس الوقت، اعمل ايه؟ بس جالنا الموضوع ده كتير. ان انا عملت بروتين بره وحصل لي تساقط شديد قوي، فانا عايزه اوقف التساقط وافرد. طب اعمل ايه؟ بنقول ان انت ممكن تستخدمي المجموعتين مع بعض، بالتالي اول حاجه استخدم مجموعه التساقط الاول. وبعد كده بعد حوالي شهر الأول. بعد حوالي شهر من التحسن ابدا ان انا افرد شعري. فممكن استخدمهم الاثنين مع بعض، وعايزه اقول لك ما فيهمش اي خطوره، وبالعكس البروتين ما فيهوش فورمالين، زيرو فورمالدهايد، ما فيهوش فورمالين، لان الفورمالين هو اللي بيؤذي الشعر وبيدمر البصيله. الناس فاهمه على فكره، احنا عندنا شامبوهات في السوق كتير فيها كيراتين وفيها بروتين، وما بتغسلي بيها شعرك تحسي ان ملمسه ناعم كده، تمام. فاللي بينعم الشعر وبيخلي الشعر ناعم وليس هو البروتين والكيراتين، غير كده لا. يعني غير كده مفيش حاجه بتفرد الشعر اللي هو الفورمالين، لان الفورمالين ماده حفظ. فاحنا عايزه اقول لك المجموعه سريعا برضو بتاعت البروتين، احنا عملنا بروتين، البروتين ده زيرو فورمالين، مصرح من وزاره الصحه، واخد شهاده الايزو. عايزه اقول لك ان هو في بروتينات القمح وبروتين طبيعي، وفي كمان عندي كمان كولاجين، فيه احماض امينيه، فيتامينز، فيه زبده شيا، زيوت طبيعيه برضو، كلها حاجات بتغذي الشعر طبيعيه. بالظبط، بغذي وارمم. يعني المجموعه 2 في 1 بمعنى اصح، ان انا بغذي الشعر وبرمم الشعر في نفس الوقت. نشوف طب فيديو كده واحنا بنتكلم يا دكتور. يلا بينا نشوف فيديو كده. بصي دي بس الشعر عامل ازاي. بالظبط. وخلي بالك ان الشعر مغيرش لون، يعني لو رجع شويه ورا هتلاقي الشعر نفس الصبغه، نفس لون الصبغه، والشعر كان كيرلي خالص. عايزه اقول لك ان الشعر كان كيرلي ومجهد، وبعد كده بالظبط. بصي الشعر عامل ازاي، الشعر ناشف ومجهد والطروف كلها ملونه، وبعد كده هتلاقيه مغيرش لونه. بصي كمان الشعرايه طريه ومرنه معاكي، طريه وناعمه ومرنه. دي على فكره ده بيوتي سنتر، لا واخد والله مننا. بياخد من الجروب، وبيشتغل في مراكز التجميل يا جماعه. حلو جدا. طب ندخل بقى على السؤال بعد كده. يارا انا شعري مجعد وفرح يقرب كمان شهرين، ممكن استخدم المجموعه قبلها بفتره قد ايه، والنتيجه هتستمر معايا قد ايه؟ فرحها بعد شهرين يا دكتور. فرحها بعد شهرين. انا بستنى لاخر لحظه ليه؟ انا عايزه اعرف كمان نوع الشعر، يعني هل في تساقط، هل مفيش؟ يعني المفروض الطبيعي ان انا ابدا بدري شويه، كل الناس بتيجي على الاواخر، ناقص لي شهر، ناقص لي شهر، اتنين. ما احنا كده، احنا كده زي الثانويه العامه، بذاكر اخر شهر بس، بذاكر قبل الامتحانات على طول. خلينا 6 شهور. طيب يعني انا فرحي عارفه ان هو خلاص ان شاء الله قرب، ابدا اعالج. طيب اي حاجه، اذا كان جلد او بشره، يعني اذا كان سوري اذا كان شعر او بشرتي او اماكن حساسه او ابدا قبلها بفتره. طبعا هي عادي خالص هتبدا المجموعه، ممكن تفردها قبلها بيومين ولا حاجه، مفيش اي مشكله، او بثلاث ايام، وهتستمر معاها طول ما هي محافظه، ومحافظه بالافتر كير، هتقعد معاها من 6 شهور لـ9 شهور. طب حلو جدا. وعايزه اقول حاجه معلش، كتير بيسالوني فيها، وانا شعري هيفضل على طول ناعم قوي كده؟ لا، هو جيناتيك، هو طبيعي ان هو مجعد، فبالتالي هيطلع الروتس الجديده او الجذور الجديده. فهي تبدا تعمل الجذور دي، بس المجموعه بتحسن الجذور اللي طالعه.
مش زي المواد اللي موجوده اللي فيها بتشتغل على الشعر بس او الحاجات دي. اه بالظبط، اللي هي بتخلي روتس طالعه لك مجعده قوي او خشنه او تعبانه قوي. طب ناخد صوره، يلا بينا نشوف صوره مع بعض. بصي دي بنوته برضو، يعني سن الشباب كده او المراهقه. بصي الشعر كان تالف ازاي، دي مراحل بقى صورت لنا كل جدا المراحل بتاعتها وهي بتفرده، حتى الازازه بتاعت البروتين جنب شعرها. ده من فرحتها بالمنتج بجد ما شاء الله. احنا طبعا النتيجه دي بصراحه يصوروا لنا الشعر بيفور اند افتر، فبصراحه بيوافقوا يعني هم عشان المصداقيه كمان. طيب احنا معانا سؤال، بنتي عندها 13 سنه شعرها مجعد وهايش، وده بيخليها تبقى مكسوفه قدام صحابها، مش عارفه اعمل لها ايه. مجعد وهايش، بصي مجعد وهايش المجموعه نفسها بتعالج التجعيد اللي هو تجعيد الشعر، او ان الشعر مجعد او كيرلي، بتفرد الشعر وتخليه ليس، وفي نفس الوقت الهشام بيروح بقى بالايه، بالسيرم وبالتغذيه. يعني احنا بنغذي بالهير ماسك كويس قوي، الهير ماسك الشعر فيه زبده شيا، فيه زيوت طبيعيه، احنا بنهتم قوي بزبده الشيا والحاجات دي لان دي بتعلي المحتوى داخل الشعرايه جدا، فالشعرايه بتبقى طريه. وبنحط معاها بقى فيتامينز، احنا عارفين الفيتامينز بيغذي فروه الشعر ايه وايه، بنحط معاها زيوت طبيعيه معينه علشان الاثنين مع بعض يعملوا بالانس للشعرايه، لان انا في عندي حاجه اسمها البي اتش، بي اتش الشعر والجلد البشره، لازم يكونوا متعادلين علشان الشعر عندي يفضل طري وناعم وكويس جدا ما فيهوش اي مشكله. فتقدر تستخدم المجموعه كلها كامله، هتعدلها الهيشان وهتفرد لها الشعر. وعلى فكره عشان هو امن كمان على الاطفال، عشان هي 13 سنه، امن على الاطفال، احنا قلنا من 5 6 سنين تستخدم مجموعه التساقط وتستخدم بمنتهى الامان، ما فيش اي مشكله خالص. طب تعالي نشوف فيديو، يلا بينا نشوف فيديو. بصي دي بنوته، بصي الشعر بقى الناحيه الثانيه عامل ازاي، يا خبر ابيض، الشعر صعب قوي بصراحه، كان الله في العون بجد، مجهد جدا جدا، هايش قوي. دي الاطفال اللي انا بقول لك عليها، ان الاطفال بتبقى حبيبتي يعني في المدرسه وكده، ويبقوا كمان بتتعذب نفسهم كمان، شعرهم يبقى زي اصحابهم او صحيح. حاجه الام كمان بتتعذب عشان تعمل فيه، خلي بالك ده بيحتاج مجهود. يعني الشعر الناحيه الثانيه، بصي الشعر عامل ازاي، بحتان مش ناعم، فاقد الحيويه، ما فيهوش لمعه. هنا الام بتسرحه بكل سهوله، خلي المشط بقى يمشي الناحيه الثانيه، مش هيمشي بسهوله، لا طبعا مستحيل. خدي بقى عذاب في البنت وعذاب للام طبعًا. نفسها ونفسيتها كمان، بتتعب البنت نفسيتها لما تشوف اصحابها، وخصوصا لو في بعض الصحاب شعرهم ناعم بتبقى نفسيتها تعبانه. طيب احنا عرفنا يا دكتور الفقره اللي فاتت مع بعض، ان احنا معانا في الشركه او في الجروب منتجات للشعر ومنتجات للبشره، واتفاجئت فعلا ان الاسئله اللي جايه مش كلها شعر، لا شعر وبشره، فرحت جدا. يعني ابتدينا نلفت نظر الناس ان في حاجات كتير مهمه في حياتك لازم تهتمي بيها بالزبط. فزي ما اتكلمنا على مجموعه الشعر دلوقتي وخدنا الاسئله كلها اللي تخص الشعر، تعالي بقى كمان ناخد الاسئله برضو اللي بعتوها لنا على البشره. يعني عندنا مثلا ايه بتقول لك عندي تصبغات في وشي بسبب اني بتعرض للشمس كتير، اعمل ايه؟ طبعا ده كلنا طبعا تعرض الشمس كتير بدون واقي شمس، ده مشكله كبيره بصراحه. لازم استخدم واقي شمس حتى في البيت، يعني وانا واقفه قدام البوتاجاز بطبخ لازم واقي شمس، تمام، ما ينفعش اي حراره صادره من اي مصدر عموما، شمس او متجاز او مكان حر او اضاءه او لازم استخدم سان بلوك. يعني في البيت عندي مثلا لو انا واقفه مثلا عندي عزومه وهشغل عين البوتاجاز كلها وسخونيه وفرن لازم واقي. طيب ثانيا استخدم غسول يكون فيه مقشرات طبيعيه، احماض فواكه، السلسلك واللاكتيك. يعني انا عندي الغسول، غسول ايبافيت، في مجموعة مقشرات طبيعية بتقشر الطبقات اللي هي اتهلكت من البشرة واللي هي السمرة، فبيعمل تجديد وإحلال للبشرة. طيب في خلاصة ايه؟ في خلاصة الليكروش اكستراكت، دي خلاصة العرقسوس. العرقسوس بيفتح، هو اصلا من المواد المفتحة والأعشاب المفتحة جدا للبشرة. في فيتامينز محضور، فيتامينز بي وسي وإي. الفيتامينات دي بتدي نضارة للبشرة وبتشد الجلد، وفي كمان فيتامين ايه ريتينول بيعمل مقشر برضو طبيعي. في زيوت طبيعيه زي زيت الالوفيرا، في زيت الزيتون، في زيت بذره الكتان برضو، الحاجات دي كلها طبيعيه علشان تغذي الشعر. فاذا انا بستخدم غسول يكون فيه اربع حاجات. كنت لسه هسال حضرتك مجموعه البشره ايه بالظبط، اشرحي لنا مجموعه غسول البشرة. وعندنا ميلا للتفتيح، وعندنا كمان ايباميند لتجاعيد البشره، وعندنا اي كونتور المبرايت. يبقى انا عندي هنا عامله منتجات كامله للبشره،
يعني انا عندي غسول بيفتح ويشتغل على طبقات الجلد يعني من اول الغسول برضو. انا بهتم جدا ان مش ضروري ان احط مثلا حاجه تنبت شعري دلوقتي او حاجه اغسل بيها وشي وخلاص. لا ده من اول غسيل الوش لحد الدهانات المفروض والروتين اليومي المفروض اعمله لبشرتي عشان احافظ على بشرتي من التجاعيد. مهم جدا ان انا ابدا بدري. مهم جدا ان انا انام ساعات نوم كافيه. مهم جدا ان انا اشرب ميه كويس. مهم جدا ان اخد لو ناقصني فيتامينز او حاجه اخده اعمل تحاليل واشوفها. مهم جدا ان انا استخدم بقى الروتين. لازم طالما هغذي من جوه غذي من بره. ما ينفعش ده لوحده وده لوحده. صحيح. طيب. بيكملوا بعض طبعا بعض. طيب انا عندي دلوقتي غسول المفروض الطبيعي ان انا اغسل بشرتي كويس قوي مرتين في اليوم وانا خارجه وانا داخله. ما نمش بميك اب خالص. خلوا بالكم يا جماعه من النصايح دي. كارثة. خلي بالكم بيعمل بورز في البشره اللي هي المسام اللي هي بتبقى واسعه دي. واقول انا مسامي بتوسع ليه؟ ما هو انا عشان بسيب عليها ترسبات فيبدا يوسع المسام عندي. فدي تبدا تحصل. عندي بقى البلاك هيدز والوايت هيدز والحاجات دي كلها ان انا ابدا البشره بتبقى فاقده بقى للنضاره. فطبعا انا عندي الغسول ببدا ان انا لازم اغسل الصبح وبالليل ما نمش بميك اب خالص. الكحل كمان عايز اقول لك ان الكحل حتى الكحل كمان بيعمل طبعا ده رصاص. في مواد كيميكالز وحاجات من دي فبتصبغ الجلد اللي تحت فبالتالي يبدا يظهر هالات. فتقولي لك انا ما كانش عندي هالات. طب ما انت حطيتي كحل وبتنامي بيه فيبدا يعمل هباب تحت العين كده بالظبط. ويستمر مره على مره يعمل معاكي طبقات. يعني الغسول طيب. مرتين في اليوم بالظبط. الغسول مرتين صبح وبالليل قبل ما انام. بعد كده ببدا لو انا عندي بقع السمره نتيجه التعرض لاشعه الشمس تمام. طبعا احط ميلا كريم بالليل دهان يومي بالليل. بالليل قبل ما انام. بالليل قبل ما انام ادهنه كويس قوي لان هو فيه زي ما قلت لك خلاصه برده الليكريش اكستراكت وفيه فيتامين سي وفيتامين اي وفيه مقشرات طبيعيه وفيه زيوت طبيعيه وفيه بانسينول وفيه واقي شمس ففي حاجات كلها طبيعيه علشان خاطر تغذي وتشتغل على صبغه الميلانين. يعني في عندنا فيتامين بي بيعيد تاني توزيع صبغه الميلانين. يعني ان انا بيحصل البقع دي نتيجه ان صبغه الميلانين تطلع تنشط فيبدا يعمل لي البقع اللي موجوده في البشره. طيب عايزه اقول لك كمان التجاعيد. يعني في ناس كتيره تقول لك انا هجيب منتج تجاعيد واحد او هجيب برودكت واحد وابدا ان انا استخدمه لكل بشرتي. ما ينفعش. ما ينفعش. لا 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 كل حاجه ليها حاجه. خدوا بالكم يعني من الكلام ده يا جماعه مهم جدا. والغسول حاجه يا جماعه وان انا استخدم اي كونتور تحت العين بيحصل تجاعيد. التجاعيد دي ممكن تكون تقدم في السن. ممكن تكون انا طول الوقت عامله كده او ببتسم كتير او بقشر كتير او البشره بقت جافه او بعمل او بشرتي جافه او التهابات فقدت عناصر كتير خليتها بقت جافه بالظبط. التجاعيد بتظهر بدري. الجفاف قله شرب الميه قله ان انا بتغذى كويس كل التهابات كل الحاجات دي بتؤدي الى نشفان البشره فبالتالي البشره بتشقق. نفس السؤال هيام زي الارض العطشانه يا دكتور. عارفه الارض اللي عطشانه اللي بتشقق كده بالظبط تلاقي تحصل تشققات في البشره. طيب انا بقى عايزه ارجع ارمم البشره. طبعا تقدم السن بيخلي البشره تعدل فيحصل ترهل في البشره. طيب ارجع ان انا اعمل او اعيد بناء الروابط اللي موجوده جوه في البشره زي وترميمها. ما احنا بصراحه زي ما قلت لك في اورجانيك احنا شغالين على الترميم. يعني ارمم وازود الروابط اللي موجوده زي ما عملتها في الشعر بدانا نعملها في البشره. سواء للشعر او للبشره بدانا نستخدم ايبامنت. ده منتج تجاعيد. مش عايزه اقول لك ان هو هايل والله اكيد هتشوفي الريفيوز بتاعته. عايزه اقول لك ان هو فيه كولاجين بحري اللي هو كولاجين مارين. كولاجين البحري ده من احسن انواع الكولاجين. وعندي كمان إيلاستين بحري وعندي كمان فيتامين سي وعندي كمان هيالورونيك اسيد. طبعا كل الحاجات وفيتامينات الشباب اللي قلنا عليها اي سي واي لو تفتكري المره اللي فاتت. عايزه اقول لك ان كل دي مكونات طبيعيه بتغذي البشره. في مكونات تانية كتير في زبده شيا في زيوت طبيعيه في مكونات تانية كتير بس بقول لك ان المكونات كلها بتساعد على نضاره البشره. الإيلاستين والكولاجين المفروض ان هما بيدخلوا مع بعض فبيعملوا روابط يقوي الروابط اللي موجوده اللي هي بدات تسيب عندي بتقدم السن وبالتعرض للحراره والالتهابات والحاجات دي كلها والجفاف تبدا تعوض لي ده. يبقى بتعمل تعويض وتحليل وترميم وترميم وترميم. اوعى تنسوا الكلمه دي ترميم. بيرمم البشره بيخلي البشره فيها نضاره كويسه قوي. طيب اجي اقول لك بقى ان ناس بتقول لي انا تحت العين. هيام هو ناخد سؤال هيام بالظبط. هيام بتقول عندها 38 سنه وظهر لي تجاعيد وكل اللي يشوفني بيديني سن اكبر بسبب التجاعيد. عاوزه حل غير الفيلر والبوتوكس. بصي هو كتير طبعا بيشتكي من ان الفيلر ممكن يبقى مكان عالي عن مكان او هم مش عايزين او مش حابين انهم يحقنوا في المكان ده. طبعا بيبقى في حاجات بديله ان انا ابدا
اشتغل باي كونتور او مكونات برضو كلها طبيعيه. عايزه اقول لك المكونات برضو بتاعه الايبامنت بس طبعا بنسب معينه لان الجلد ده رقيق قوي فلازم معامله معاه بحذر. ما ينفعش ان انا طول الوقت يعني في ناس على طول فظيع تحت العين فظيع بالظبط تعمل التهابات تحت الالتهابات دي تعمل معايا غمقان تحت العين. عايزه اقول لك انها تعمل جفاف فالجفاف يعمل خطوط يعني تظهر التجاعيد خطوط تظهر التجاعيد. عايزه اقول لك ان ممكن يبقى في كسل في الشعيرات الدمويه فيدي برضو غمقان تحت العين فبالتالي ان انا ممكن انشط الدوره الدمويه اللي موجوده بالمكونات الطبيعيه اللي موجوده في الاي كونتور. عندي برضو كولاجين عندي الاستين عندي كل ده في مجموعه البشره معانا كل ده في مجموعه البشره. احنا بننقي احسن حاجه من المنتجات او من العناصر المغذيه قبل الجلد علشان ابدا ان انا افرد. طيب انا هيبان اول ما احطه هيبان بياخد قد ايه؟ بتاخد وقت من 3 شهور لست شهور لازم استخدم بس بيبان معايا نتيجه من اول اسبوعين ابدا احس بالتحسن احس ان ملمس الجلد اختلف احس ان البشره بدات تبقى فيها نضاره بحس طبعا حتى لو كان فيها اي دفوهات بتبتدي واحده كده واحدة تختفي. عايزه اقول لك ان هو كمان الغسول بيساعد على عدم تراكم الدهون اللي موجوده اللي بتسبب الاكني اللي هي الحبوب. طب حلو ده والتصبغات الهايبر بيجمنتيشن اللي هي يعني يعتبر كانه علاج غير مباشر لحب الشباب او اثار حب الشباب او اثار حب الشباب اثار حب يعني الشباب. هو بصراحه لجميع انواع البشره هايل جدا. طيب اماني بقى سؤال نسائي من الدرجه الاولى عايزه حل سريع لتفتيح المناطق الحساسه. بصي حل سريع لتفتيح المناطق الحساسه طبعا اولا البس ملابس قطنيه ده رقم واحد لازم المكان ده يكون جاف عندي ما ينفعش ان انا يبقى فيه بلل فده بيئه لان يبقى فيه بكتيريا وفطريات تنشط ويحصل التهابات والالتهابات تؤدي لان المناطق دي تغمق. طيب انا عندي كمان ايه ما زلتش الشعر بالشفرات او بالمواد الكيميكالز اللي موجوده اللي هي زي الكريمات اللي بتبقى موجوده طبعا بيسبب التهابات والالتهابات دي برضو بتعمل غمقان في المناطق. يبقى انا المنطقه دي تكون جافه عندي يعني الافضل ان انا ممكن اشيل بالليزر الشعر من المنطقة دي. المنطقة تكون جافة عندي عايز أقولك أن أنا ألبس ملابس قطنية. القطن طبعا مهم جدا أستخدم بالضبط القطن طبعا مهم جدا أستخدم بقى بلاش الألياف لأن برضو الألياف بتعمل التهابات برضو نفس القصة. طيب أستخدم بقى حاجة تكون طبيعية ومهم ان انا اقرا المكونات بتاعه المنتج يعني اشوف المنتج بتاعي مكون معانا يا دكتور. عايزه اقول لك انا المره اللي فاتت قعدت اجرب بس انا معايا غسول هنا مثلا سي عندي غسول الغسول ده ده غسول طبيعي تمام. الغسول ده فيه مكونات كلها طبيعيه بتساعد على تفتيح المناطق الحساسه وانا لازم برضو استخدم حاجات ما ينفعش بس ان انا استخدم حاجه واحده لا انا ممكن استخدم حاجتين يكملوا بعض. انا بعمل بغسل بايه غسول طبي الغسول ده برضو البي اتش بتاعه معادل للمنطقه الحساسه. عايزه اقول لك ان هو فيه برضو مكونات كلها طبيعيه خلاصه الزعتر فيتامين اي زي ما قلنا المره اللي فاتت نفس مكونات المناديل اللي موجوده هي نفس المكونات بس ده غسول ده غسول للمنطقه حلو نفسها حلو جدا. وفي تري اللي هو التي تري اويل اللي هو زيت شجره الشاي علشان يعمل تطهير هو والزعتر نفسه وتفتيح كمان بالظبط والتفتيح ليكروش اكستراكت خلاصه الاسوس هايله جدا في التفتيح. طيب بستخدم معاها ايه يعني انا ممكن استخدم ده مساء او مرتين في اليوم حسب ما انا ببقى خارجه وجايه او عندي شغل او وبعد كده بستخدم بالليل المناديل باخد المناديل بعد كده بجفف المنطقه كويس بالظبط الوايبس اللي موجوده انا مش شايفاها بس دي في حالك انا المره اللي فاتت عملتها على الهوا فيها شفناها عايزه اقول لك ريحتها حلوه جدا وكمان بتعمل على تفتيح المنطقه وتجديد الجلد برضو وتقشير الجلد يعني هي برضو فيها مقشرات وفيها محلول هايل جدا. طيب احنا عايزين بس نبارك لك انا عرفت ان انتوا بتفتتحوا فرع جديد للشركه إن شاء الله. للبشره والشعر والليزر هيكون امتى الافتتاح؟ مركز تجميل للعنايه بالشعر والبشره اللي افتتح ان شاء الله يوم الثلاث اللي جاي باذن الله على خير يا رب ان شاء الله يوم الثلاث وعاملين خصومات حلوه قوي يا جماعه يلا كلنا وانا اولكم نلحق الخصومات على جلسات الترميم البشره والشعر. الف مبروك يا دكتور بالتوفيق كده دايما يا رب وبالنجاح ومن احسن لاحسن يا رب باذن الله. حضرتك نورتيني. قبل ما نختم في ريفيو حلو قوي تعالوا نشوف الريفيو ده قبل ما نختم يا جماعه يلا بينا. دي اراء الناس في المنتجات حلو جدا ما شاء الله على الكلام الجميل. بس دي شعره دي 25 يوم بس مالناش دعوه باللي بيقول 25 يوم علشان كل جسم وطبيعته احنا خلينا زي ما قلنا من 3 شهور صح كده
لا احنا هنحس بتحسن من 15 ل 20 يوم. ابتداء من اول شهر بقى يبدا الشعر بقى يبدا معايا ينبت ويبدا يبقى كويس جدا من 3 شهور ل 6 شهور. تمام. ريفيوهات في منتهى الجمال بجد. بس انا بجد بقول من خلال برنامجك هنا يا جماعه الشعر محتاج ان انا اعتني بيه زي الزرع، ما ينفعش ان انا شعري خلاص بقى حلو وكويس جدا اسيبه بقى واهمله. الله ده انا خدت اللي انا عايزاه طول. صح. طب هيقع تاني لو انا اهملته. وناخد كمان صفحه الفيسبوك اهي. دي الصفحه يا جماعه، شهاده الايزو كمان. شهاده الايزو 9000 واحد على الجوده، جوده المنتجات. حلو جدا، حلو جدا. اشكرك نورتيني يا حبيبه قلبي. يا رب. والف مبروك على الافتتاح. الله يبارك فيك. وزي ما معزومه طبعا جايه طبعا باذن الله، ونروح ونصور هناك كمان ان شاء الله. حبيبتي حبيبتي نورتيني. تنوريني. تسلميلي يا رب. أشكركم على متابعتكم الكريمة. هنطلع فاصل ونرجع، لسه عندنا فقرات هتعجبكم جدا إن شاء الله. فاصل قصير بس هو القناة تتغير. أهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. دلوقتي وصلنا لفقرتنا المهمة جدا، فقرة كولوسيز وأهمية الكولوسيز في حياتنا، وليه بنقول دايما مش عايزين بيت يخلى من الكولوسيز، ومش عايزين فرد من أفراد العيلة غير لازم يكون بياخد كبسولة الكولوسيز. ليه كده؟ إيه الأهمية الفظيعة دي للكولوسيز؟ ده اللي هنعرفه من ضيفنا الكريم اللي منورنا النهاردة، دكتور مصطفى حامد، استشاري الأمراض الصدرية والباطنية والمستشار مستشار الطبي لشركة AMD. ازاي حضرتك يا دكتور؟ عامل ايه؟ اهلا وسهلا بيك. منورني دايما. ميرسي جدا. حضرتك والكولوسيز. ربنا يخليك. الكولوسيز منور حياتنا وحضرتك منورنا في البرنامج. ربنا يخليك يا ادهم. هلا. كالعادة في كل فقرة لازم قبل ما نتكلم عن فيتامين معين أو مكون معين لازم نعرف حبايبنا الجداد اللي أول مرة بيسمعونا يعني إيه كولوسيز وإيه هو الكولوسيز وليه سميناه بالاسم ده. تمام. الكولوسيز احنا اتفقنا هو عباره عن CLO اللي هو كود ليفر اويل، وبيتكون من ثلاث حاجات، فيتامين الف وفيتامين د والاوميجا 3. تمام. كود ليفر اويل بالعربي يعني اسمه زيت كبد الحوت. ده اللي اتربينا عليه زمان يا دكتور. ممتاز. صح كده؟ ومش عارف الثقافه راحت فين دي بقى. للاسف. لان احنا فعلا محتاجين نرجعها تاني. لان كل ما كان زمان بيبقى دايما مين اللي اكتر بيبقى صح. تمام. بس احنا يمكن مع الريتم بتاع حياتنا السريع اللي زاد فبيبقى الدنيا بتبقى ممكن بتخلينا نغفل عن حاجات كتير. فعلا دي حقيقة يعني. الكبسولة بتاعت الكولوسيز يمكن أنا بقول ظهرت عن زمان بطريقة أفضل، بطريقة أشيك، بحيث إن هي تبقى سهلة جدا بالنسبة لنا. منلاحظ إحنا حابين نعرف الكولوسيز هو بيتكون من زيت كبد الحوت وبيتجاب من مصدر نيوزلندي أو من نيوزلندا، فبالتالي لما بيجي يدخل المادة الخام عندنا هنا بتخضع تحت إشراف وزارة الصحة. فبتقول ان فعلا مطابق للمواصفات، فعلا في فيتامين الف فيتامين د والاوميجا 3. تمام. طيب هل بس الاشراف على دخول الماده؟ لا، والاشراف على التصنيع. كبسوله الكولوسيز هي اكتر حاجه بتميزه انها كبسوله جيلاتينيه رخوه طريه فيها زيت من جواها، موجود زيت من جواها. سهله البلع جدا، مش بنلاقي الكبسوله بتاعت زمان الصفرة الكبيره اللي بتقف هنا. نقول الحق ده الكبسوله وقفت ما نزلتش. لا، هي النقطه مش كده خالص، هي كبسوله جيلاتينيه رخوه تصنيع الشركه العربيه، وده من اكبر مصانع الشرق الاوسط. تمام. يبقى دي تاني نقطه برضو تحت اشراف وزاره الصحه والرقابه الدوائيه. تمام. سكتنا كده؟ لا، ده احنا كمان عايزين نقول ان الكبسوله دي ما بتتوزعش غير في الصيدليات. طب ليه؟ عشان الامان، عشان خاطر التخزين، عشان خاطر التسعيرة الجبرية اللي مفروضة عليها من وزارة الصحة. يبقى إذا ما حدش يقدر يلعب، ما يبقاش فيه لعب في السعر خالص نهائي. حلو جدا. فبالتالي لا، ما فيش حاجة اسمها أونلاين، ما فيش حاجة. لا، روح الصيدلية انزل وهات الكولوسيز. طب تجيبه ليه؟ ده اللي هنعرفه مع بعض. ما هو ده بقى احنا ماشيين مع بعض خطوه خطوه. دكتور مصطفى حامد يا جماعه قال لنا اهم معلومات او اول معلومات عن الكولوسيز، هي كبسوله جيلاتينيه رخوه اللي زمان كانوا امهاتنا بيسموها يقولوا عليها كبسوله الزيت. اديها يا بنتي فيتامين، اديها الفيتامين ايه؟ هي كبسوله الزيت. مزبوط. دي اللي كانت على طول معروفه، وطبعا زيت كبد الحوت معروف عندنا كلنا من ايام امي وجدتي، يعني حاجه من قديم الزمان. النهارده
بقت موجوده معانا في الكولوسيز، وزي ما دكتور مصطفى قال لنا هو موجود في الصيدليات، وده بيخليني اثق في المنتج اكتر واكتر. موجود في الصيدليات يعني تخزين امن، يعني سعر ثابت، محدش يقدر يتلاعب في السعر بتاع الكولوسيز. وقال لنا كمان مكوناته الاساسيه الاوميجا 3، فيتامين الف وفيتامين د. طب يا دكتور احنا اتكلمنا عن الاوميجا 3 قبل كده، مظبوط صح كده، وعرفنا اهميتها لكل حبايبنا، وعرفناهم ليه الاطفال لازم ياخدوا الاوميجا 3، والكبار او اصحاب الامراض المزمنه ياخدوا الاوميجا 3 اللي موجوده في الكولوسيز، ويعني فنطنا كل حاجه. مظبوط. ايه راي حضرتك النهارده بقى بما ان الظروف اللي احنا فيها، أيوة، والامراض الشائعه دلوقتي والحاجه اللي يعني ساعات بنقول بقت موضه، فيتامين د اللي ظهر لنا على كبر. مظبوط مظبوط. دي حقيقه ومحتاجينه جدا كمان اليومين دول، خلي بالك. دي يعني دي حقيقه، يعني من 3 سنين او من 4 سنين كنا محتاجينه لحاجه، ودلوقتي زاد احتياجاتنا كمان لحاجه هنقولها مع حضرتك دلوقتي. فعلا مظبوط. فعلا. طيب حابين نقول فيتامين د نعرفه للناس، هو اسمه فيتامين د بس هو اشباه هرمونات. اشباه هرمونات، أشباه يا دكتور هرمونات. اول مره اعرف يعني هو احنا بنسميه فيتامين د، ده الدارج، لكن هو اشباه هرمونات. حلو. طيب فايدته ايه؟ لا ده ليه فوائد كتيره جدا جدا لا تعد ولا تحصى. طيب من ضمن فوائده اللي هنتكلم عليها المهمه قوي، رقم واحد حضرتك، احنا قد ايه الام او قد ايه الواحد بيتعب عشان يقدر يقول انا عايز اخد كالسيوم وفوسفور في اكلي؟ طب ليه؟ عشان عظمي يقوى، عشان عظمي، عشان عضلاتي. الكالسيوم ده مهم جدا جدا لحركه العضلات، مهم جدا جدا للعظم بتاعنا. طيب مين اللي هياخد الكالسيوم وهيوصله للعظم او هيرسبه على العظم؟ هو فيتامين د. الطبيعي ان فيتامين د احنا بيجي لنا عن طريق اشعه الشمس، في وقت معين المفروض نقعد في اشعه الشمس. طيب احنا عندنا في مشكلتين، احنا داخلين على شتاء، فاشعه الشمس مش هتبقى يعني بمعنى صح اجزاء من جسمنا هتبقى كتير متغطيه، فبالتالي مش هتقدر نستفاد منها قوي. وتاني حاجه رتم حياتنا السريع، بالظبط، مين هيستنى في وقت معين اشعه الشمس؟ ما كانش عنده مشوار، ما كانش عنده واجبات، ما كانش عنده ديوتي عايز يعمل اي حاجه هيعملها. فبالتالي انا محتاج اخد مصدر فيتامين د من مصدر خارجي. الكولوسيز بيقدر يامن لي النقطه دي؟ بيقدر يامنها لي. تمام. طب ليه؟ انا جسمي محتاج قد ايه فيتامين د في اليوم؟ محتاج من 800 ل 1000 وحده دوليه. طيب الكولوسيز الكبسوله الواحده فيها ايه؟ فيها 500 وحده دوليه. انا بتكلم لك على سن الادلت الكبار، لكن لو جينا للاطفال هو عايز 500 وحده دوليه اقل. عشان كده احنا لو حضرتك رجعتي لورا معانا هنقول ليه بنقول الاطفال ياخدوا كبسوله واحدة والكبار ياخدوا كبسولتين. انا فهمت دلوقتي ميزه فعلا الكولوسيز انه بيديك الجرعه اليوميه اللي محتاجاها بدون اوفر دوز، بدون جرعه زياده. حلو. خاف. وبنقول للي عنده مرض مزمن، سكر، ضغط، قلب، خد 3 كبسولات في اليوم لان انت محتاج فيتامين د اكتر مننا كمان. طيب دي نقطه. النقطه الثانيه، وده يمكن دكاتره الصدريه هيوافقوني فيهم، قد ايه فيتامين د مهم جدا لحيويه الجهاز الهضمي والتنفسي. تخيلي عملوا دراسه للناس اللي تعرضت لكورونا فيروس، وفوجئوا انها تعرضت لمضاعفات شديده واسباب ممكن تؤدي لحاجات احنا مش عايزين نقول عليها وحاجات سيئه مش عايزين نفتكرها كمان. صح. عن طريق الجهاز التنفسي، ما بين تليف وما بين فشل رئوي. عارفه تاكدي لقوا 80% من الناس دي فيتامين د ناقص عندهم جدا، عندهم نقص فيتامين د. عشان كده لقينا من ضمن الدكاتره دلوقتي بقى بترند معاهم بقى بيكتب فيتامين د من ضمن العلاج بتاع الكورونا فيروس. طيب حضرتك اللي بتسمعني دلوقتي او السيده اللي بتسمعني دلوقتي، هو انا ليه استنى لما يجي لي حاجه زي كده واروح للدكتور ويديني الحاجه زي كده لما الكولوسيز موجود؟ صحيح. عندي وفي فيتامين د وممكن اخده من دلوقتي. وساعتها حتى لو جات لي لا قدر الله فهتبقى برد عادي، الاعراض اقل، اعراض برد عادي، انفلونزا موسميه عاديه. ده اللي بيجاوب على السؤال ان ليه في ناس لما بيجي لهم الفيروس بتبقى اعراضه زي ما حضرتك قلت مميته وقاتله، وناس بتجي لها زي البرد، الكرام، زي دور البرد. مزبوط. العادي. مزبوط. ايه الفرق؟ ويقول لك انا خدت بس شويه فيتامين بروتوكول ومش عارف ايه. لا، هو انت عندك فيتامين د، احنا عايزين نقوله حافظ على الفيتامين د اللي عندك، يا اللي عديت من الموضوع كويس حافظ عليه كويس، لان انت معرض لموجه اولى وثانيه وثالثه ورابعه. وعايز اقول للي تم
ظهور مضاعفات عليه، قد ايه فيتامين د في الكولوسيس مهم جدا ليك. طيب يا دكتور قبل ما نتنقل لنقطه ثانيه ننوه بس على صفحه كولوسيس يا جماعه على الفيسبوك، وهننزلها دلوقتي عشان تبقوا عارفين شكل الصفحه دي. الاول دي العلبه، مظبوط، دي علبه الكولوسيس ودي الصفحه يا جماعه. نقدر ندخل على الصفحه نسال اي سؤال، نقدر نستفيد باي معلومات بتتكتب على الصفحه، واقدر كمان اطلب الكولوسيس عن طريق الصفحه، واقدر اجيبه من اي صيدليه بمنتهى السهوله. مظبوط صح يا دكتور؟ مظبوط، واقرب لي الصيدليه انا من رايي اي صيدليه تحت منك هيكون متوفر فيها، لان الكولوسيس اكتسب ثقه وسمعه كويسه جدا جدا جدا، وبالذات في الايام اللي احنا فيها دي. وبرضو بنوه مهم جدا جدا، فيتامين د يا جماعه قد ايه اهميته لمرضى السكر، بتنظيم مستويات السكر في الدم. تمام. انا عايز اقول لحضرتك ان فعلا لما الاقي حاجه بتقدر انها تزود امتصاص الانسولين عندي في جسمي، ده غير ان هي بتحس الخلايا اللي بتفرز الانسولين انها تفرز انسولين، يبقى انا ريحت طبيب البطنه او طبيب الغدد الصماء اللي بيعالجني من السكر، ان مش كل شويه هيقعد يديني يزود العلاج او يزود الانسولين ليا، فبالتالي انا بساعده عن طريق ان انا باخد الكولوسيز. المعلومه دي مهمه جدا جدا طبعا، ده غير اني انا بقول لمريض السكر وبحب انوه عليها في كل حلقه وهنوه عليها في كل حلقه، يا جماعه نسبه الدهون الضاره اللي عندي في جسمي بتزيد، وبالذات اكتر لمريض الضغط ومريض السكر تبقى زياده عنده. صحيح. لا انا عايز الكولوسيز بيقدر يكنس الكلام ده كله ما بين كوليسترول وترايجلسرايد، بدات انظف الوعاء الدموي، ببتعد بعد تام عن موضوع القصور في شرايين القلب او قصور في شرايين المخ او خلافه، كل الكلام ده انا باقي نفسي منه جدا عن طريق الكولوسيس. عن طريق الكولوسيس. يبقى احنا كمان بناخد الكولوسيس كوقايه. مظبوط. يعني كوقايه من اي امراض ممكن تحصل. مظبوط. وكمان لا يتعارض مع اصحاب الامراض المزمنه نهائي، بل ان انا محتاجه ليهم. محتاج يعني ليهم. يعني سواء مريض الضغط او السكر او القلب هو محتاج ياخد الكولوسيس. من دلوقتي ابدا خد فيتامين ألف، فيتامين دال، والأوميجا 3 في الكولوسيز، أنت محتاجهم جدا. ده غير أني أنا برضو إذا حبينا نفكر كده على المدى البعيد، أن الكولوسيز ليه فايدة جينيتيكالي من ناحية جينية، أن هو بيمنع الخلايا السرطانية أنها تبدأ تتكون. فبالتالي أنا لو معدلاته عنده كويسة، يبقى أنا كم حضرتك سمعت دلوقتي عن هذا الورم الخبيث أو هذا المرض الخبيث قد ايه اجتاح جميع الاعمار، ما سابش عمره، صح ما سابوش. صح والله. وقد ايه احنا بالدوله بتكافح في حاجه زي كده. انا عايز اقول لك اعتمد برضو على نفسك، ان انت تخلي الوقايه خير من العلاج. حاجه زي كده فيتامين د يقدر يامنك كويس جدا فيها، اللي موجود في الكولوسيز. انا مش محتاج الفيتامين د اللي موجود بكميات كبيره قوي الا لو كان في حاله مرضيه. صح. لكن طول ما انا اول حاجه ما عملتش فيتامين د ليا في المعمل او في اللاب بتاعي، يبقى خلاص، يبقى انا محتاج ان انا اخد على الاقل الجرعه اليوميه بتاعتي الموجوده في الكولوسيس، اللي هي كبسوله الكولوسيس من سن سنه لسبع سنين، كبسوله واحده يوميه. كبسوله واحده بفضيها على اي حاجه بيحبها الطفل. تمام. طيب فوق سبع سنين باخد كبسولتين في اليوم، وبحب اخدهم الصبح عشان بدايه نشاط وحيويتي. طيب النقطه الثالثه بالنسبه للامراض المزمنه، لا اقول له خد ثلاث كبسولات، خد كبسولتين الصبح وكبسوله بالليل، انت محتاج الكولوسيز قبل اي حد تاني كمان، عشان كمان يعلي المناعه. مظبوط. ويعمل وقايه للجسم. مظبوط. صح كده؟ مظبوط طبعا. طب حضرتك كده جاوبت على سؤال مهم جدا كان محيرني انا وناس كتير، ان ليه دلوقتي دكاتره الاطفال بيكتبوا فيتامين د نقط للبيبيهات. شفتي بقى حضرتك؟ للبيبيهات. مظبوط. ما كانتش موجوده قبل كده. ما كانتش ربنا موجودة. عيالنا كلنا ما حدش قال لنا ادوهم نقط فيتامين د. مظبوط، بقت اساسيه دلوقتي. اساسيه ده لازم. ليه بقى لاهميه فيتامين د؟ طيب لا انا بقى بدل ما اقول لك خد فيتامين د بس، طب ما تاخد فيتامين الف، هيفيدك في ايه؟ كام واحده دلوقتي بتشتكي تقول لك انا شعري خفيف، شعر ابني خفيف، شعر بنتي خفيف، طب اعمل ايه؟ اروح لدكتور جلديه؟ طب اروح لدكتور؟ بقت العمليه. طب انت فيتامين الف اوريدي اللي هنحكي عليه ليه حلقه تانية لوحدها. طبعا ده لازم ليه فقره لوحده. طبعا. قد ايه نضاره البشره؟ كلنا بنشوف بشره الطفل ازاي اول ما بتولد. شوفي حضرتك بتبقى ناعمه قد ايه؟ نسبه الكولاجين بتبقى ممتازه فيها ازاي؟ فعلا. تخيل ان فيتامين الف وفيتامين د والاوميجا 3 الثلاثه مسؤولين عن النقطه دي، سواء بشره او شعر
او حتى ضوافر ايدي اذا كانت بتدخل فيها تشقق او فيها تقصف او بتتقطم وفي ضوافر بتبقى طريه خالص رخوه كده. انا مش هقدر اقول للسيده اللي في البيت ربة المنزل او حتى اللي شغاله وبترجع برضه تقدر تخدم بيتها اقول لها لا ما تخلي بالك ايديك ضوافرك تتكسر، لا ما هي ده دي شغلها صحيح. ده دي رسالتها. فبالتالي انا بساعدك عن طريق النقطه دي، فيتامين ا وفيتامين د والاوميجا 3 في الكولوسيز قد ايه مهم جدا، بنقول عليه فيتامين الصحه والجمال اللي هو فيتامين ا، وده ليه حلقه انا مش عايز احرقه على فكره. لا ده لازم زي ما اتكلمنا على الاوميجا 3 وزي ما اتكلمنا على فيتامين د ان شاء الله لازم فقره مخصصه لفيتامين ا. اللي هيتابعنا هيعرف فيتامين ا هيعمل ايه. يعني انا اتمنى يا جماعه ان انتوا على طول تتابعوا فقرات كولوسيز مهمه جدا جدا، وتتابعوا تفهموا كولوسيز قد ايه مهم في حياتنا دلوقتي. واكتر حاجه تديكي ثقه في المنتج بتاعنا النهارده ان هو موجود في الصيدليات، ده زي ما دكتور مصطفى قال لنا بيأمن لي تخزين آمن يا دكتور. مظبوط. وفي نفس الوقت سعر ثابت، محدش يقدر يعلي السعر عن السعر اللي موجود في الصيدليات. تقدري تطلبيه من الصيدلية، تقدري تطلبيه من على الصفحة على الفيسبوك اللي نزلت لكم دلوقتي، وتابعوا الصفحة مش مجرد طلب المنتج بس، لا انت كمان استفيدوا من كل حاجة بتتكتب على الصفحة. النهاردة اتكلمنا على فيتامين د وعرفنا أهميته، وطبعا مش أهميته هتيجي في فقره واحده، ده احنا عايزين فقرات يعني. مظبوط. تخيلي حضرتك انت كده لو جينا فكرنا ان مكمل غذائي يقدر ينفع من اول سن سنه لحد ما رب الجد والجده كمان ربنا يديهم الصحه، يعني كل دول ياخدوا من علبه واحده مع اختلاف الجرعات، اوفرت قد ايه كتير قوي على نفسي. صحيح. تساؤلات بروح الصيدليه بلاقي الاف المكملات الغذائيه، لا انا عايز مكمل غذائي امن لكل الاعمار ولكل الامراض. يبقى إذن ممكن الكولوسيز يفيدني في الكولوسيز إن شاء الله. شكرا يا دكتور نورتني. أشكرك. أشكركم على متابعتكم الكريمة، وأتمنى من الله إن الحلقة كلها تكون عجبتكم، وفقرة كولوسيز قد إيه فهمتنا أهمية الفيتامينات في حياتنا وأهمية المكمل الغذائي في حياتنا، وخصوصا في الفترة اللي احنا فيها دي. ربنا يا رب يحفظكم جميعا، اللهم آمين. أشوفكم على خير بقى بكرة إن شاء الله في وصفات أحلى وأحلى، ومن النهاردة لبكرة هسيبكم في رعاية الله. We'll be right back.